شخصيا ما حصليش الشرف، انا كنت باخد الالحان ارقص عليها. لكن ليه بقى؟ انا اتعلمت، انا طلعت موهوبه عند الرقص الشرقي، لكن ما عنديش السيوله ولا عندي الماده. لكن اتعلمت من نجوى فؤاد. نجوى فؤاد انا كنت ملمه باصحابها او قريبه من اصدقائها، فتعلمت من الارجانة بتاعتها وصرفها على الشغل اللي هي ما فكرتش في النهارده، انا بتكلم قدامها، هي فكرت في ايام ما كانت بتشتغل فقط، ما فكرتش لما هيبقى في يوم ما بتشتغلش، طب هتعمل ايه؟ طب فكرتش في ده. انت فتحتي نقطة مهمة جدا جدا. أيوة. يعني معانا لا ما عندناش رقابة، عايزك تتكلمي زي ما انت عايزة. انت فتحتي منطقة مش رقابة، نقابة. نقابة منطقة الفلوس. يعني مدام تحية 120 فيلم وكانت أشهر راقصة في زمان 155 فيلم. أنا آسفة مدام، لازم مدام حضرتك أنتجتي وأقدمتي على إنك لازم تنتجي وتصرفي وتنتجي سينما. هو ده. ونجوى فؤاد بتاريخها الطويل والأفلام، كم فيلم مدام نجوى؟ اللي أنتجتهم ولا لا اللي مثلتيهم؟ اللي مثلت تقريبا 140 130 فيلم. وأقدمتي على تجربة الانتاج كتير، اربع افلام، فلوس كتيره قوي قوي. والفلوس دي والنهارده بيقولوا في عبده بتكسب فلوس وتقف تقف، ولو وقفت عليها هتبقى اطول من الهرم. الفلوس دي بيقولوا انت جالك الكلام ده منين يا اختي؟ بيقولوا انا مستوره، بيقولوا شقة ب 50 مليون. انا مستورة شقة ب 50 مليون. انا مستورة. انا بقول، انا عايزة اقول يا دكتورة هالة، النقطة اللي هتكلم فيها دي مهمة جدا، وانا ما اتكلمتهاش في اي برامج. اكيد ان انا عملت برامج كتيرة وعملت حوار صريح جدا، وقلت كنت بنام في بير السلم، وقلت حاجات كتيرة قوي، لكن اللي قلته ان انا اتعلمت منهم. اتعلمت منهم ان ظهري يبقى مسنود بس. لكن ما اتعلمتش ان انا عندي فلوس هرم اقف عليه. ده كلام فارغ وكلام ملوش اي شيء من الصحة، لان الحسنة لما تعمليها ايدك دي مش ممكن تشوف ايدك دي بتعمل ايه المفروض، وده شيء خليهم يقولوا. بالعكس انا ده بالنسبة لي ابقى فرحانة، ما تتكلم قول زي ما انت عاوز، لكن الحسنة او انت بتعمل ايه ده شيء يرجع لي انا، ما يرجعش لحد. مظبوط. فاللي بتكلمه ان نجوى فؤاد كان بتصرف على شغلها. اللي اتعلمته انا شخصيا ان انا في الاواخر بقيت اصرف على شغل، خلاص ما تفرقش معايا، انا قاعده بقيت حاسه ان انا مطمئنه. ما انا عايزه اكمل يا نجوى لان ده مهم جدا. انا اتعلمت منك صدقيني، وانا بتكلم قدام الكاميرا وبتكلم من قلبي، وانت تعلمي ان انا ما اعرفش اكذب وما اعرفش اتكلم كلام مزوق، انا بتكلم من قلبي وانت تعلمي دي كويس قوي. انا بكلمه اتعلمت منك لان اتعلمت منك في الوقت اللي انت كنت بتلبسي فيه الفستان انا ما كنتش اكل، كنت انا بلبس جلابيه بخمسة جنيه، انت كنت بتلبسي البدله متكلفه مبلغ وقدره، صح؟ لان انت كنت نجوى فؤاد وانا كنت الفقيره في عبده، فلبست على قدي، ما حاولتش اعمل حاجه لغايه لما احط كل اللي عندي. حاولت ان انا اعمل من ارساغ على ارساغ على تعريف على نقله، انا حطيت كل اللي عندي. انت حطيتيه في الفن، في الفن لان دي هوايتي، ده مش وارد. بتكلم ما واحد في مثلا في معمل انا النهارده ما بتندميش في دكتور، لا ما حطيتي كل اللي عندي، ما بندمش. لا انا مكانك انا ما بندمش، لان افلامك الاستعراضيه اللي انت عاملاها المفروض انها تتذاع. احنا لغايه دلوقتي بنتفرج على افلام تحيا كاريوكا وسامية جمال ونعيمه عاكف، مظبوط؟ لا ماما طلب. لا يا ماما، لا مش بتكلم عنك يا ماما، انا بتكلم ان السينما المصريه لغايه دلوقتي بنتفرج على الافلام دي، مفيش حاجه جديده للاجيال اللي طلعت. انت انتجتي، يعني انا شخصيا لما يقولوا لي تعالي انتجي ما ولا احط ولا مليه، مش هنتج. ليه؟ هقول لك ليه؟ اخد اللي ورايا احطه في الانتاج واقول ظلموك؟ لا ما ولا اعمل ايه؟ انا بالعكس. طب انا فنان نقص مكانه ادبيه على رأس. يعني حد السيف ده رأس. اعتقد الجوائز اللي نالها والمكانه الادبيه طبعاً. دي كفايه على دي ثروه عظيمه جدا. مش كل حاجه الفلوس بالنسبه لي. مصر ولاد. انا هوايتي كده، انا هوايتي في انسان واحد يعني بيشتغل بياع طعميه بس بيربي ابنه وبيوديه جامعات وبيصرف عليه وبيشحت عليه عشان عايزه يبقى دكتور. انا كنت عايزه ابقى نجوى فؤاد اللي جد دي تطورت وصلت لهذا المشوار العظيم، ومفيش حد وقف زي ما وقفت 35 سنة على القمة على راسي. بس أنا بقولها ده
اختلاف، في اختلاف وعايزين نسمع راي مدام تحية. في اختلاف. انا لا مفيش اختلاف. لا انت مش تصرفي كل حالتك في الفن. لا وتقولي زي ما انا هتكلم اهو ثواني. نسمع نتكلم عشان اعرف انا عاوزه اقول ايه. انا بالعكس انا برفع لك البرنيطه زي ما بيقولوا الاجانب ليكي، وانا عايزه اقول لك حاجه، وانا بتكلم ان انت لا ده انت قمه. اسمعيني بس فهميني. كمان احنا جيل ما وصلناش للارقام الفلكيه اللي بتتاخد في هذا الزمن من السنوات الاخاره، ما بناخدهاش، ما خدناهاش. عبد الحليم حافظ مات اكبر اجر خده من فندق كبير جدا كنت انا بعمل فيه، وكنت ليا مكانه فيه كبيره جدا، 15000 جنيه، وكان بالنسبه له دي ثروه فظيعه جدا. ام كلثوم ماتت ما عندهاش غير فيلتها وصيغتها اللي هي كانت بتجيها هدايا من كبار الشخصيات. ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا بتكلم بالعكس، انا بتكلم يعني انا ما كنتش اقدر اصرف على فني واحوش، ما انا يا اصرف يا حوش. فانا لا انا ممكن امسك العصا من النص. ما ايوه كمان انا ما اخدش كل اللي حلتي اروح حاطاه في الفن. ما هو مفيش نص جنبه الاجر اللي كنا بناخده فيه. لا انا امسك العصا من النص، وانا اتعلمت منك انت. أيوة. لانك انت مثلا هقول لك انا حاجه، انا عشت دوت عصرتك. انا عصرت ماما لما بطلت وهي بتشتغل على المسرح. انا عصرت ماما وهي على المسرح بتقدم مسرح، ما عصرتهاش بترقص، لكن عصرتك انت وانت بترقصي. انا طلعت لقيتك انت القدوه، انت وسهير زكي، وكانت نهى صبري. يمكن الناس ما عندهمش فكره عنها صبري لانها اعتزلت، وفي ناس كتير طبعا كانت موجوده اللي كانوا طالعين معانا في نفس الفوج اللي انا طلعت فيه في الوقت ده. كان في كتير قوي، وكان في فنانين كتير قوي، كان الرقص مليان، كان في منافسه كبيره جدا بين الراقصات. لكن بقصد ان الواحد يمسك العصايه من النص بحيث ان الحياه تمشي، لا الواحد يبقى بيصرف جامد، ولا كمان يبقى بدرجه انت من نوع السخي. يعني انا سخيه، بس سخيه في الشيء اللي هو المفروض انت كنت بدون وعي. ما انا هقول لك حاجه، هتقولي لي لا يا نجوى؟ لا انا هقول لك حاجه، اللي كنت بكسبه ما كانش يكفي ان انا اشيل. وبعدين انا كويسه والحمد لله. مش قصدي دوت، انا مش بتكلم نجوى. انا ما بتكلمش ان ده يقل من قدرك ابدا. انا بتكلم لا انا عندي هرم اقف عليه فلوس، ولا انت مش مستوره. لكن انا بتكلم، ما هو برضه الارقام اللي الناس بتاخدها دلوقتي ما فيهاش بركه ولا فيها قيمه ولا فيها حاجه. الجنيه اللي بتتكلمي عنه انت دي كنت انا اعيش بيه انا و12 عيل، احنا و12 اخ نعيش بالمبلغ. ابويا كان بياخد 6 جنيه، ليه قيمه 6 جنيه؟ النهارده ما فيش حاجه اسمها اما تيجي له تدي الواحد 20 جنيه يقول لك ايه ده؟ مظبوط، لان ايه هم ال 20 جنيه؟ ولا حاجه. النهارده الناس حقيقي يا ربنا يساعدهم على المعيشه، فما نقولش ان في بياخدوا مبالغ. ما هو كمان بتلبسي بكام؟ كانت البدله بكام لما انت كنت بتشتغلي؟ وانا اول بدله لبستها ب 15 جنيه وكانت بالقسط. النهارده بلبس الفستان ب 25000 جنيه. ما لهمش قيمه. مظبوط ولا لا؟ 25000 جنيه بس؟ ده حلو قوي، ده غالي ده يا ستي. طب يعني انا عايزه اقول بنتكلم عن الفلوس، وبنتكلم عن الرقص الشرقي، ويمكن اتكلمنا كتير بس احنا لسه ما شفناش رقص شرقي. هنشوف بعد شويه في الليله يا ترى.